تسأل طبعا على العنب بنزرع ازاي. بيجي شتلات من المشتل، في اللي هو النوع اللي هو الفريم والكريمسون والاسبيريو والريد، في انواع كتيره وبناتي. احنا بنفضل زراعه الفريم دي ان هو بيدي اطنان اعلى، وطبعا كان في الاول قبل الثوره كان بيتصدر، بيطلع دول عربيه ودول اوروبيه. بعد الثوره طبعا ما عادش في تصدير، وفدان العنب بياخد 700 عود وبنسمد فيه، وفي ميعاد للقص، وفي ميعاد برنامج تسميد بيمشي عليه، وبرنامج رش بيمشي عليه لحد ما يطلع العنب يستوي زي كده. حاليا دلوقتي احنا كمزارعين عنب مضرورين من التسويق، في انتاجيه بس ما فيش تسويق، ان كان عمليه التصدير الاول كانت بتعتمد الاول على السوريين، هم اللي كانوا بيجوا ياخدوا يصدروا دول عربيه ودول اوروبيه. طبعا الموضوع ده ما عادش موجود حاليا دلوقتي. وطبعا انت عارف ان الجنيه بقى نزل لتحت خالص، الكيماويات عليت والادويه عليت وكل حاجه عليت، وما فيش تسويق جاهز للعمليه زي كده. فلازم الدوله قبل ما تفكر في تصدير المنتجات بتاعتنا ان هي تحافظ على الاسمده والمبيدات الحيويه اللي بتجينا، نقوم نعرف ونطلعوا حاجه كويسه يعني، وتساعد ان هي تاخد توزيع تعامل. بعد ما كنا بنعتمد على اشخاص سوريين هم اللي كانوا بيتحكموا في موضوع التصدير، الدوله نفسها هي اللي تصدر، هي اللي تعمل اسواق بره.